أنا مرات أحمد الحريق من أسرة الضحايا، نناشد أبناء تعز، نناشد صغر كبير، هذه قضيتنا جميعاً، قضية أبناء تعز جميعاً، نناشدهم بكرة بالخروج. الرسالة المؤثرة لنساء الحرقة، ماذا نفعل إلى من نشتكي؟ إذا كان من يحكمنا في تعز هو قاتلنا ومساعد المجرمين وبلاطجة الأراضي. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أصدرت نساء أسرة الحرق في محافظة تعز بيانا في طياته رسالة مؤثرة تطالب بإنصافهن وتحقيق العدالة بعد أن فقدنا 11 فردا من الأسرة في جريمة تصفية عرقية نفذتها مجاميع الإصلاح. وقال البيان الصادر عن نساء أسرة الحرق: شهر هو عمر المجزرة التي ارتكبت بحق أسرة الحرق في تعز، ها هو قد مر الشهر الأول ونحن ننتظر اللجنة الأمنية والسلطات في تعز أن تقبض على القتلة المجرمين السفاحين. ها هو قد مر شهر والقتلة المجرمون طلقاء يتجولون في مدينة تعز والسلطات في تعز تتستر عليهم، فهي من شاركت معهم بالاعتداء علينا وقتلنا ونهبنا وتشريدنا من منازلنا والتعامل معنا ببشاعة، وكل هذا لأنهم يريدون أخذ أرضنا بالقوة التي هي ملكنا منذ مئات السنين. وبلهجة مأساوية أضاف البيان: ماذا نفعل؟ إلى من نشتكي؟ إذا كان من يحكمنا هو قاتلنا ومساعد المجرمين وبلاطجة الأراضي هو السفاحة، ماذا نفعل ونحن نساء وحدنا؟ وإلى متى سيظل هكذا وضعنا؟ لم يأخذوا بحق رجالنا المقتولين، ولا استطاع بقية رجالنا وأولادنا العودة إلينا، لأن القتلة يتجولون في المدينة وبأي لحظة سيقتلون. إلى من نشتكي ومن يحكمنا هو قاتلنا؟ نهبونا، قتلونا، شردونا، عاملونا بوحشية، والآن يتم التستر على القتلة ويحاولون إضاعة قضيتنا. وللمأساة بقية ما دام القاتل الجلاد يحكمنا ويتوعد الضحية. أين أنتم يا رجال يمننا الكبير؟ لا تتركون نموت ونحن أحياء. لقد خاننا رجال تعز وقتلتنا سلطاتها، شردتنا وفعلت بنا الويلات. انتصروا لنا يا رجال اليمن، كل اليمن بلا استثناء، لا تتركون ضحية بيد جلاد مجرم سفاح. انتصروا لنا كما انتصرتم للأغبري في صنعاء، وكما تحركتم لأجل السنبان في عدن. مرة أخرى نطلق نداء استغاثة إلى رجال اليمن، كل اليمن من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها بلا استثناء.